انطلقت دورة 77 لمهرجان البندقية السينمائية، المهرجان الأقدم في العالم، متحديا فيروس كورونا المستجد وسط إجراءات صحية صارمة. نتابع. مهرجان البندقية، المهرجان السينمائي الأقدم في العالم، بعد أن كان يعج بالنجوم وتتهافت على سجادته الحمراء مئات الكاميرات، انطلق في نسخته 77 لكن دون ضجيج ووسط إجراءات مشددة بسبب وباء كورونا. هذه الإجراءات فضلت إيطاليا العمل بها حتى يظهر للنور أول مهرجان سينمائي دولي بارز بعد التحولات التي فرضها كورونا، بدلا من الحل الآخر وهو الإلغاء. القرار الذي لم تكن الإدارة لتقدم عليه بحسب تصريحات مدير المهرجان ألبرتو باربيرا الذي قال إن العالم اشتاق إلى حضور الأفلام في صالات السينما. المهرجان هذا العام سيتنافس فيه 18 فيلما على انتزاع جائزة الأسد الذهبي والتي نالها في الدورة الماضية فيلم جوكر. ورغم غياب النجوم والإجراءات المشددة إلا أن سكان البندقية عبروا عن سعادتهم لإقامة المهرجان الذي اعتبروه فرصة لنفط غبار فيروس كورونا وآثاره عن مدينتهم الأنيقة. كما يعد إقامة المهرجان بارقة أمل لإنعاش القطاع السينمائي الذي يئن تحت وطأة وباء كورونا. فراس حمزة، العربية.